السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا جماعة. أخيرا راح أجاوبكم على السؤال اللي بنطرح كثير، إنه ليش أنت لازم كمبرمج لما بدك تيجي تتعلم البرمجة يفضل إنك تبلش بلغة زي لغة سي بلس بلس؟ وأنا راح أجاوبكم بكل شفافية وكل منطقية، وأرد على هذا الاستفسار وأقنعكم بهذا الموضوع. أنا اللي بدي أحكي لكم إياه يا جماعة، انا مش عنصري لهاي اللغه، انا بحب سي بلس بلس وبحب جافا وبحب فيجوال بيسك وبحب كل لغات البرمجه. وكل لغات البرمجه زي ما حكينا بالفيديو السابق انه هي بالنسبه الي انا كمبرمج، او لازم تكون بالنسبه لك انت كمبرمج، هي مجرد ادوات بتستخدم اللي بدك اياه في المكان اللي بدك اياه عشان تحقق الهدف اللي انت بدك اياه، تمام؟ فلغة سي بلس بلس إذا أنت بتتعلمها وبتتأسس عليها صح، سي بلس بلس ايكوالز سالري بلس بلس، وهذا كلام أنا مسؤول عنه. يعني أنا بدي أتوظف بكرة إذا تعلمت سي بلس بلس، بدي أشتغل في سي بلس بلس نفسها. إذا اشتغلت بسي بلس بلس نفسها راح يكون راتبك أعلى من غيرك، إذا أنت حتى لو ما اشتغلت بلغة سي بلس بلس، لأنه إذا بتتعلم لغة سي بلس بلس بتقدر تتعلم أي لغة برمجة بأقل من شهر، وهذا كلام أنا مسؤول عنه، تمام؟ لأنه هي هذه اللغة بتأسسك بشكل قوي وبتجبرك تتعلم مفاهيم البرمجة كلياتها، تمام؟ فسي بلس بلس ايكوالز سالري بلس بلس. شكرا كثير لكم للمتابعة، وإذا استفدتوا من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولطفا وليس أمرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع. وأخيرا وليس آخرا ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمة. شكرا كثير لكم، ونلقاكم في المرة القادمة.